نرحب فيكم أحبائنا المشاهدين في الحلقة الأخيرة من برنامجكم الحلم العربي للمسيح. وهذه الحلقة رح نأخذ موضوع قصير وبعدين رح نعمل تلخيص عام لترابط المواضيع مع بعض. الحلقة هاي رح تكون بعنوان دعوة المسيح للعمل الخيري. دعوة المسيح للعمل الخيري. وبدنا نقرأ نص برضو من الموعظة على الجبل بقول أنتم يعني أتباع المسيح نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا أي مصباح ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فليضئ لجميع الذين في البيت، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. إذن المسيح دعا أتباعه للعمل المجتمعي والأعمال الرحمة بنسميها، وهذا الشيء منشوفه تاريخيا. المسيحيين كانوا على عبر كل التاريخ البشري يذهبوا دائما برسالة إغاثة بمعونة لكل العالم المنكوب، والمسيحيين تاريخيا كانوا الفئة الوحيدة التي تساعد الناس دون تمييز سواء كانوا مسيحيين أو لم يكونوا مسيحيين. أول منظمة إنسانية علمانية بدأت في العالم كانت الصليب الأحمر سنة 1864. تخيلوا، منذ ذلك الوقت فقط ابتدأ العالم يدرك بمعنى رسالة إغاثة. قبل هذا التاريخ 18 قرن كانت الكنيسة وحدها التي تقوم بالإغاثة طبعا لغير المسيحي. مساعدة أتباع دين معين لجماعتهم هو شيء طبيعي، احنا بنتكلم عن إغاثة بلا شروط لكل الناس بلا تمييز. بس بدي أوضح، المسيح دعا الناس الأتباع للعمل الأعمال الرحمة، وهذا شيء ضروري جدا ويؤكد الكتاب. في البعض بيفكروا أنه الإيمان المسيحي لا يحتاج لأعمال، وهون لازم نميز بين مفهومين. الكتاب شرح كيف أنا بنال للخلاص وكيف بعيش حياة الخلاص. بنال الخلاص بإيماني بفداء المسيح لأجلي على الصليب، أما حياتي بعد ما أنال هذا الفداء، حياتي هي حياة أعمال. المسيح بشبهها بمشهد معين، بقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم يجدونه. إذن في باب، وبعد الباب في طريق صعب يؤدي إلى الحياة. هلأ دخول الباب، بفتح الباب وبدخله مش من خلال أعمالي، من خلال عمل المسيح لأجلي على الصليب وفدائه. هلأ حياتي مروري في هذا الطريق هو أعمال الطاعة اللي أعدها الله لإلي خصيصا لإلي، كأنه عمل لي خطة خاصة لإلي ورسالة خاصة منه لإلي حتى أنا أمشي فيها. هذا اللي بقوله بالضبط في أفسس، بيتكلم عن التنين، بقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، كأنه هذا دخولي للباب. بكمل بقول لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. إذن هذا اللي راح نتكلم عنه اليوم، كيف تمشي في هذا الطريق الضيق، طريق المسيح، هو أعمال خيرية. وأعمال خيرية المسيح أسسها على ثلاث مبادئ. المبدأ الأول عمل خيري غير مشروط بدون شروط للإنسانية لأجل الإنسانية. تنين، عمل خيري هدفه التغيير مثل ما تعلمنا في كل الحلقات السابقة. ثلاثة، عمل خيري غير معتمد على المعطى له، يعني مش مرتبط في الشخص اللي ممكن الشخص اللي عم بتساعده عم بيسبك، هو عمل إلهي مش معتمد على تصرفات المعطى له. عمل غير مشروط، هدف
الله هو الخير للإنسان، والله زي ما شفنا بحب كل البشر. النقطة الأولى إنه بيعلمنا كيف إنه يكون عملنا الخيري بدون شروط، مثل ما بأكد عن نفسه في مزمور 145 بقول: الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله، ليعرفوا بني آدم قدرتك ومجد جلال ملكك. هاي النقطة الثانية رح نرجع لها. بعد بقول: الرب عادد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله، الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. فإذن هو صالح للكل. برضو المسيح تكلم عن أعمال الرحمة وحثنا عليها، وقال هذا النص: متى جاء ابن الإنسان في مجده. بتابع بقول: ثم يقول الملك عن نفسه، عن المسيح لما يجي حتى يحاسب البشر، للذين عن يمينه: تعال إلي يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، كنت عريانا فكسيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. إذن الخير لما نعمله كأنه إحنا عملناه للرب. وهذه تفسر آية تانية بكولوسي 3 بتقول: وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب. يعني إحنا نعتبر إنه الإشي اللي بنعمله كأنه منقدمه للمسيح. تخيل بأنه طريقة لازم تقدمه، فهذا هو العمل الخيري. النقطة الثانية: عمل خيري هدفه التغيير. تغيير هو عمل خيري غير مشروط، يعني سواء الشخص تغير أو ما تغير مش مهم، لكن الهدف منه أن الله يغير المجتمع لكي يعرف بني آدم الرب مثل المزمور. إذن وهذا منشوفه بعدة نصوص. اللي بيوحنا 6 بيقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وهي بتصور طبيعة الله كمخلص. طبيعة الله كمخلص أحد معانيها تعني يريد أن يشترك في تغيير الإنسان، يريد أن يصل إلى قلب الإنسان، لأنه هو في النهاية أعطى إرادة حرة، والإنسان اللي بيقرر هل بده يتغير ولا لا. فالله يحب أن يكون مشترك في تغيير الإنسان، يساعد الإنسان على التغيير. بإرميا 8 بقول: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع. دعوة للإصلاح. وبرضو قال: والآن أصلحوا طرقكم وأعمالكم وأطيعوا صوت إلهكم. حينئذ يتراجع الله عن الدمار الذي كان سينزله بكم. إذن الله يريد أن يعمل تغيير في حياة البشر، وهي نقطة مهمة جدا ثابتة لا تتغير. 3، العطاء غير معتمد على المعطى له. ممكن المعطى له شخص ما بده يتغير، شخص عنيد، شخص لئيم، لكن مع هذا يجب أن نساعده إنسانيا. هذه واحدة من أهم المبادئ، لأنه كما درسنا الله يشرق شمسه على الأشرار والصالحين، يمطر على الأبرار والظالمين. وبرضه في لوقا 6 أخذنا أنه منعم على غير الشاكرين وعلى الأشرار. إذن هذه المبادئ اللي أثرت كتير على العالم وغيرت في هذا العالم. فإذن في ختام هذه الحلقة بحب أنه أعمل
زي تلخيص عام عن كل الأشياء اللي أخذناها وترابط المواضيع مع بعض. أخذنا في الحلقة الأولى عن جوهر التوحيد، وشفنا قديش مهم أفهم التوحيد كيف بعلمه الكتاب، اللي هو متمحور حول محبتي لله، مش عبادتي، مش كلام، محبتي الحقيقية لله. وكأنه كمان أعطاني امتحان، إذا أنا بحب الله فعلا لازم أحب الإنسان اللي خلقه الله مهما كانت خلفيته أو دينه. وشفنا كمان قديش تأثير هذا بالقاعدة الذهبية، إنه إيش بحب أشوف تغيير في المجتمع لازم أنا أبادر في عمل هذا التغيير، أنا التغيير اللي بحب أشوفه في المجتمع. كل ما تريدون أن يعمل ناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. شفنا كمان حلقة عن التعصب والتكفير، كيف المسيح علم لا تدينوا، هذا مش مسؤوليتك، مسؤولية الله. وعلم عن التعصب، إنه رفض الإنسان بسبب اختلافك مع أفكاره ومع انتمائه، لا، علمنا إنه نقبل بعض حتى لو نختلف مع بعض في الآراء. كمان تعلمنا إنه التعصب هو شيء أنا انتواء بنطوي، أنا رافضك بس أنت في حالك وأنا في حالي. شفنا إنه كيف ممكن يتطور ويصبح تطرف، اللي فيه أنا بصير أهاجم الشخص اللي قدامي لأنه مختلف معي بالأفكار أو بالعقيدة أو بالإيمان إلى آخره. شفنا كمان صفات المتطرفين حتى ننتبه على أنفسنا، إنه إحنا ما يصيبنا التطرف. كتير من العلمانيين لما أقرأ لهم في ردودهم عن المتدينين وعن الإسلاميين، ردودهم نفسها فيها تطرف، يعني كتير مرات، والملحدين نفس الشيء، مرات ردودهم ومهاجمتهم لأفكار غيرهم فيها تطرف. يا أحبة لازم ننتبه على أنفسنا. قلنا إنه التطرف مش بعيد عن أي شخص فينا. وأخذنا حلقة كمان خامسة كانت عن صفات المتطرفين اللي جابهم المسيح في حياته، وشفنا إنه هاي الصفات متكررة تاريخيا، حتى إحنا كمان ننتبه إنه هذا الموضوع اللي هو التطرف مش بعيد عني وعنكم، فلازم ننتبه. كمان شفنا حلقة بعنوان حكم الشرع الديني، وشفنا كيف أساسات حكم الشرع الديني اللي الله أعطاه لموسى هي ثلاثة. أولا الله الذي يشرع، لذلك وجود شرع ديني بدون ما يكون نبي معاصر عايش يسمع صوت الله مستحيل. تنين شفنا كيف بشريعة موسى الله مشترك في تطبيق الشريعة، يعني الله كان يعطي وحي للقضاء حتى يحكموا حكم عادل، ما فيش فيه نسبة خطأ ولا واحد من الألف، لأنه الله اللي شايف. الله كان كمان يكشف الخطية في الشعب. وشفنا العمود الثالث اللي برضه مش موجود، الله بنفسه كان يحاسب القاضي لما يخطئ. مش محتاجين لانقلابات، مش محتاجين لاغتيالات، مش محتاجين لصفقات، الله كان يعمل هذا الدور. فعشان نتنبه اليوم ما ينخدع الشاب يفكر انه حكم شرع ديني شيء سليم، ممكن يكون في حكم بشري مصبوغ صبغة دينية وبضلوا الظلم فيه والفساد فيه، لكن شرع ديني بدون هذه الثلاث أعمدة مستحيلة. شفنا كمان النقطة الثالثة كيف أثرت على ثقافة الديمقراطية، محاسبة الله للقاضي والسياسيين والكهنة وحتى الأنبياء، كيف بتخلي نظرة الإنسان المواطن اليهودي. إذا القائد مثل داود الله حاسبه والله فضحه، إذا القائد الملك مثل أخاب الله أماته، إذا الكهنة أولاد هارون وأولاد عالي الله أدانهم لما أخطأوا. إذن فيش قائد فوق القانون، الله بيحاسب الجميع. نفس الشيء المبدأ الديمقراطي، القانون يحاسب الجميع، الكل تحت القانون، سيادة القانون، وهذا اللي بيعطي العدالة الاجتماعية، لأنه القائد ما بيقدر يقمعني لأنه هو تحت القانون مثله مثلي. فشفنا قديش تأثير تعليم المسيح، تعليم الكتاب على ثقافة الديمقراطية اللي أثرت المجتمع الغربي. كمان
أخذنا حلقة بعنوان مفهوم القيادة بحسب نظرة المسيح ومفهوم العظمة. العظمة مش معناته أنه أنا أقعد على عرش وأسود على الناس، العظمة هي بالتواضع بالمحبة وبالنعمة اللي شفناها في شخص المسيح. كمان أيضا تكلمنا عن الموت والحياة، وشفنا قديش ثلاث شغلات في التاريخ البشري دائما قادوا الإنسان للموت: الكراهية والغضب، تنين احتقار واضطهاد أقليات، ثلاثة الشتيمة وإهانة شريحة من الناس. هدول الثلاث أسباب كيف علم المسيح هو انقادوا البشرية في الصراعات والقتال، وأيضا في النهاية علمنا كيف نتواجه مع هذه الثلاث عناصر في هذا. كمان أخذنا عن كيف يعني نحب أعدائنا، ووضحنا أنه هذه هي توحد مع الله، لأنه الله بحب الخاطي وبضله وراء الخاطي حتى يتوب ويرجع. فموقف الله واضح من الشرير، هو بحب الشرير، وموقف الله واضح من الخطية، هو يبغض الخطية، لا يتقلب بمشاعره مثل ما قلنا كالبشر، وبدعوني أني أتحد معه في هذه المحبة. كمان تعلمنا عن كيف نتعامل مع نظام ظالم في ضوء تعاليم المسيح. وفي النهاية بتمنى أنه هذه الحلقات تضيف شيء بسيط في التاريخ العريق اللي قدموه المفكرين المسيحيين لكل محاولة لتغيير، وأتمنى أن يضاف هذا في رصيد العمل المسيحي اللي هو جزء من المجتمع والوطن العربي اللي ساهم في الماضي، وبتمنى أنه خلال هذا البرنامج يساهم في بناء لو حجر صغير في عالمنا العربي المتمزق. شكرا لكم لأنكم تابعتوا هذه السلسلة، وبتمنى أنه فعلا بطريقة أو أخرى نسمع ردودكم وأراءكم، وحتى فعلا كلنا مع بعض نشتغل لأجل مستقبل مضيء، مستقبل مليء بالمحبة والنعمة والبناء. باسمي وباسم أسرة البرنامج بنقولكم شكرا وإلى اللقاء.